آلاف المصابين وعشرات الوفيات بوباء الكوليرا في موجته الثالثة في اليمن منذ بدء الحرب، أكثر من 250 حالة إصابة في كل 24 ساعة، وحالة الوفاة طالت أطباء عاملين في المجال نفسه. من ينقذ اليمنيين من وباء الكوليرا القاتل الصامت؟ أهلا بكم. في العام 1974 أعلن خلو اليمن من وباء الكوليرا، وفي 2016 عاد الوباء إلى اليمن بعد عامين فقط من الانقلاب وعودة نظام الإمامة إلى اليمن. منذ إبريل من العام 2017 سجلت أكثر من مليون حالة اشتباه، فيما أعلنت منظمة اليونيسف وفاة أكثر من 2300 شخص بالوباء منذ انتشاره في 18 محافظة يمنية. ظروف كثيرة تضافرت فيما بينها لتساعد من انتشار جائحة الكوليرا، أبرزها الحرب وما جنته على البلاد من مجاعة وانهيار للنظام الصحي وانتشار لأكوام النفايات بين الأحياء السكنية، وسط غياب رسمي سواء للسلطات الشرعية في عدن أو الانقلابية في صنعاء، بالإضافة إلى حضور باهت للمنظمات الأممية والدولية المتخصصة في هذا الشأن. كابوس الكوليرا للمرة الثالثة يعود ليفتك باليمنيين ويحيل البلاد إلى خيمة عزاء كبيرة. الإحصاءات المسجلة حديثاً رصدت 76 ألف حالة إصابة خلال شهر مارس المنصرم. هذا الرقم المخيف يضاف إلى 32 ألف حالة تم رصدها في فبراير الماضي. إجمالي الحالات المشتبه بها والمؤكدة وصلت إلى أكثر من 109 ألف منذ بداية العام الجاري وحتى مارس، حسب تقرير الأمم المتحدة التي قالت أيضاً إن الوفيات تجاوزت 200 حالة في عموم اليمن. وأمام هذه الأرقام المتفاقمة تبدو البلاد مقبلة على كارثة كبيرة إن لم تكن فعلاً واقعة في أتونها منذ سنوات. وفي خضم هذه الكارثة والانتشار المخيف للوباء في عديد من المحافظات أبرزها العاصمة صنعاء، تعاني المنظومة الصحية من انهيار تام، وهو ما يجعل من الكارثة أشد وطأة وفتكاً باليمنيين. وبين غياب المنظومة الصحية وتقصير المنظمات الدولية هنالك عامل ثالث أيضاً يفاقم من الكارثة، حيث وثقت حالات كثيرة عمد فيها بعض المزارعين إلى ري الخضروات بمياه الصرف الصحي. يحدث هذا في ظل غياب تام للجهات الرقابية والتوعوية والتي من شأنها العمل على الحد من انتشار الوباء. الواقع إذن أن ظروفاً كثيراً تضافرت فيما بينها لتساعد من انتشار جائحة الكوليرا، أبرزها الحرب وما جنته على البلاد من خراب ودمار وحصار أعاد البلاد إلى عصور غابرة، فعادت الأوبئة التي سبق وأن تخلص منها اليمنيون قبل عقود. يحمل هذا الوباء في اليمن تاريخين لهما من الدلالات الكثير. الأول أنه اجتاح اليمن وحصد آلاف الضحايا أثناء حكم الإمامة البائد. أما التاريخ الثاني فإن اليمن أعلن الخلاص منه أثناء فترة حكم الرئيس إبراهيم الحمدي، وهي الفترة الزاهية من تاريخ البلاد التي حضرت فيها الدولة والخدمات. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا وليد الوتيري، عضو لجنة الطوارئ لمكافحة الكوليرا بمحافظة تعز عبر الأقمار الاصطناعية، وسينضم معه آخرون. بداية مساء الخير أستاذ وليد. أهلا وسهلا أستاذ آسيا. أهلا بك. أرحب بكم وبمشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك. إذن عودة انتشار الكوليرا في اليمن وتسجيل آلاف الحالات المصابة خلال هذين الشهرين ووفاة العشرات أيضا، كيف تتابع ذلك؟ الجائحة الثالثة من وباء الكوليرا يبدو أنها الأشد فتكا على أبناء المجتمع اليمني. استبشرنا خيرا في العام 2018 بأن الكوليرا قد ذهبت، لكن يبدو أن التقارير الدولية التي كانت ترصد بأن موجة جديدة على وشك أن تحدث في اليمن كانت دقيقة، حيث أن
الجائحة هذه الجديدة أشد فتكا، وحتى البكتيريا الكوليرا أصبحت أكثر مقاومة للأدوية، وسرعة الانتشار أصبح كبيرة. على سبيل المثال ثمان يعني خلال شهر واحد في الربع الأول من 2019 80% من الحالات الإصابة بوباء الكوليرا سجلت في مدينة تعز أو في محافظة تعز ككل. هذه الجائحة الجديدة هناك عوامل كثيرة أدت إلى أن تكون هذه الجائحة أكثر فتكا، منها تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة استمرار الحرب والصراع لسنوات، أيضا انهيار المؤسسات الصحية وغياب الدور الرقابي وغياب الخدمات الأساسية في المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، النظافة والتحسين. هناك عوامل كثيرة أيضا، أضف إلى ذلك حالة المجاعة وحالة الفقر المدقع التي وصل إليها معظم اليمنيين، يعني ساهمت بشكل كبير في عودة الكوليرا بشكل أكثر فتكا. أكثر معظم اليمنيين الآن أصبح تحت خط الفقر، سوء التغذية الحاد الوخيم أصبح منتشر بشكل كبير بين أوساط أفراد المجتمع وخاصة فئة الأطفال، والعديد من العوامل التي يعني ساهمت مساهمة من بشكل أو بآخر. أيضا الأهم غياب الوعي الصحي لدى طبقة واسعة من أبناء المجتمع اليمني. مرض الكوليرا من الأمراض التي يمكن التعافي منها أو القضاء عليها إذا المجتمع مارس السلوكيات والممارسات الصحية. هناك الكثير من الممارسات الغير صحية التي يمارسها أبناء المجتمع اليمني، يعني تساهم بشكل أو بآخر في انتشار أو سرعة انتشار وباء الكوليرا، بالإضافة إلى التلوث البيئي الذي يحصل نتيجة سقي المزروعات والخضروات والفواكه، وأيضا شجرة القات. القات أكبر آفة وأكبر كارثة تساهم في انتشار الكوليرا من محافظة إلى محافظة. كيف كيف معظم ذلك الشعب اليمني يتعاطى. نعم، خاصة وأن القات موجود منذ زمن، يعني لما الآن؟ نعم 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 أختي العزيزة، نتيجة حالة الجفاف التي تعيشها معظم محافظات الجمهورية، وانعدام المياه، وكذلك الاستخدام المفرط للمياه، عاد المزارعين إلى استخدام المياه العادمة دون وجود أي جهات رقابية تشرف على هذه الأشياء. وشجرة القات على سبيل المثال مثلها مثل الخضروات والفواكه التي تباع في الأسواق، وهذا يعني العديد من أبناء المجتمع اليمني يتعاطى القات دون أن يغسله. نعم، على سبيل المثال صحيح. الجائحة الأولى بدأت في نعم تفضل. على سبيل المثال الجائحة الأولى بدأت في المناطق الدمار، عمران إلى آخر، وانتشرت إلى أكثر من 19 محافظة يمنية. هذا يعني هذه المناطق بالذات محافظة دمار أو غيرها، أو محافظة إب مثلا، مصدر رئيسي للقات، وينتشر إلى معظم محافظات الجمهورية. نعم، ومن هنا يعني تنتقل بسهولة من نعم. ألا يفترض أستاذ وليد، يعني حين يعلم بوجود جائحة في منطقة ما، أن يتم يعني حصر هذه المنطقة وعدم السماح بالخروج والدخول حتى يتم القضاء على الكوليرا؟ والله هذا الشيء يعني أنه يتم حصر
المنطقة أو عدم الدخول والخروج منها أمر غير طبيعي، لكن جهود التوعية وجهود التوعية والتثقيف الصحي يجب أن تكون مستمرة، نعم يجب أن تكون مستمرة وأن تكون بشكل دائم لكي نتخلص من هذا الوباء والعديد من الأوبئة التي لها علاقة بانتشارها، له علاقة بالنظافة الشخصية. يجب جهود التوعية والتثقيف الصحي أن تستمر بشكل مستمر، مش وليس يعني وقت أن تكون هناك جائحة يحصل توعية ويحصل تثقيف ويحصل دعم للمراكز الصحية وفي بقية الأوقات تتوقف هذه الأنشطة. يجب أن تستمر جهود التوعية والتثقيف الصحي ولتغيير سلوكيات الناس وحثهم على يعني ممارسة السلوكيات الصحيحة والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الغير صحية. على سبيل المثال، معظم العائلات اليمنية قبل الغداء تغسل يديها من إناء واحد. هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في معظم الأماكن النائية بالذات، نعم، القرى في معظم محافظات الجمهورية، صحيح، نعم، نعم، في القرى وفي في القرى الأماكن، في نعم، القرى، صحيح. نعم، مع الريف اليمني، نعم. إذا لو تحدثنا عن الوضع في محافظة تعز، كيف هو يعني مسألة عودة وباء الكوليرا مرة أخرى إليها؟ محافظة تعز ليست يعني بعيدة عن هذه الكارثة. محافظة تعز تعيش وضع سيء للغاية منذ سنوات، قد ربما بعض المحافظات الأخرى وضعها أفضل بكثير من محافظة تعز. حصار، حالة من الحرب وعدم الاستقرار، وحالة من الفوضى، غياب الدولة والمؤسسات الخدمية، هناك على سبيل يعني القمامة تملأ الشوارع، لا يوجد متابعة، انعدام المياه الصالحة للشراب. هذا تسبب على إلى الآن حوالي 7640 حالة اشتباه بالكوليرا خلال الربع الأول من 2019. 80% من هذه الحالات ظهرت خلال شهر مارس وأبريل، أكثر من 30 حالة وفاة. نعم. يعني محافظة تعز أيضا في هناك كثير من المعاناة التي يعانيها القطاع الصحي. نعم. في محافظة تعز. سأعود إليك أستاذ وليد. نعم أستاذ وليد، اسمح لي فقط يعني سأعود إليك لمسألة الإحصائيات وأين تنتشر في أي مناطق، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا علي الوليدي وكيل وزارة الصحة من عدن. مساء الخير أستاذ علي. نعم، هل تسمعني؟ مساء الخير. أهلا بك. إذا بداية، ما هي آخر الإحصائيات لديكم فيما يتعلق بالمصابين وحالات الوفيات وأيضا حالات الاشتباه من وباء الكوليرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس لتقديمكم لهذه الحدث دائما وأبدا، والأخوان في قناة بلقيس حاضرين معنا في كل الأحداث والفعاليات الصحية. حقيقة الوضع في المناطق خصوصا اللي تحت سلطة الانقلاب الوضع فيها سيء جدا، وصلت بشكل عام في عموم المحافظات إلى مساء يومنا هذا 179 ألف حالة اشتباه منذ يناير حتى الخامس من السادس من أبريل 2019. تركزت مجمل الحالات في المناطق تحت سلطة الانقلاب، تحت ميليشيا الانقلاب. مثلا الأمانة العاصمة 32 ألف حالة، قمت بها قمعاء، الحديدة، إب، دمار، عمران. المحافظات الأخرى التي تحت السلطة الشرعية الأمور فيها مستقرة، لكن في أي منطقة من مناطق اليمن يؤلمنا الوضع الذي يصيب فيها بسبب ما قام في ميليشيا الانقلاب لعدة أسباب، منها السبب الرئيسي والسبب الأهم أنها أخلت المؤسسة الصحية من كوادر وزارة الصحة العامة والسكان، وأتت بناس ليس لهم علاقة بالمؤسسة الصحية،
عدد من الناس لهم علاقة بالقائمين على صبغة الانقلاب كل شهر كل شهرين تقوم بتقرير أشخاص، وبالتالي أثر سلبا على أداء المؤسسة الصحية. أيضا في السابق منعوا لقاحات الكوليرا في المناطق التي تخضع لسلطتهم، وهذا برضو أثر سلبا في ذلك. الشيء الآخر أنه ما تزال المخلفات مثل القمامة وغيرها في تلك المناطق لم تقم السلطات القائمة على ذلك بعمل اللازم في تجاوز تلك التحديات والمشكلة الرئيسية التي أدت إلى انتشار الكوليرا في أو عدم انتشار الكوليرا في تلك المناطق. نحن وزارة الصحة العامة والسكان التقينا بشركائنا من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأخوان في مركز الملك سلمان في العاصمة عدن، لدينا كل الاستعداد لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لتلك المناطق، وأبلغنا اليوم شركائنا من منظمة الصحة العالمية عندنا مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وعلى استعداد إرسالها لكل منطقة من مناطق الجمهورية اليمنية، لكن عبر منظمة الصحة العالمية. ليس لدينا ثقة أن تكون عبر الميليشيا من تجربتنا السابقة معهم، وعلى استعداد لتوصيلها لتلك المناطق مثل ما فعلنا في الجائحة الثانية عندما قمنا بإرسال ما يزيد عن 55% من الأدوية والمستلزمات الطبية من مخازن وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن إلى المحافظات التي تخضع لميليشيا الانقلاب. أي منطقة في اليمن، أي مواطن يمني يهمنا أن نوصل له كل المساعدات من العاصمة عدن. نعم. ونحن قمنا بإنشاء غرفة عملية مركزية في العاصمة عدن وزارة الصحة العامة والسكان لعموم محافظات الجمهورية، وقمنا بإنشاء فرق عمليات فرعية بالمحافظات، وبدأنا بفتح إعادة فتح مراكز استقبالات الحالات، مراكز أوروات الوحدات الصحية والمراكز الصحية، والاستعدادات قائمة على قدم وساق بكل قواعد وزارة الصحة العامة والسكان. نعم، ألا يفترض أستاذ علي يعني أن يتم يعني أخذ الاحتياطات قبل أن تعود هذه الجائحة، يعني مثلا مسألة الصرف الصحي، مسألة تكدس القمامة، مسألة الوعي والتوعية التي كل ذلك لا يظهر إلا حين نعرف أن هناك وباء؟ لما لا يستمر الأمر مجرد الانتهاء من جائحة، يستمر الأمر ويتم التنويه ويتم أيضا الرقابة على الأسواق، على المزارع، على الكثير من الأماكن، التسويق في المدارس لكيفية استخدام المنظفات الشخصية وكيف يمكن يعني تفادي مثل هذا المرض في حالة وقوعه؟ نحن دائما وابدا نقول ونتحدث، وتحدثنا في السابق وما زلنا نتحدث وسنتحدث، ان وزاره الصحه العامه والسكان هي حلقه ضمن حلقه متكامله. لابد ان يكون هناك دور لوزاره المياه والبيئه ووزاره الاعلام ان تقوم بدورها في ايصال الرساله الصحيه والتوعيه الصحيه عبر وسائل الاعلام المختلفه، ايضا وزاره الاشغال العامه، وزاره الكهرباء، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الاوقاف، الأكاديميين، منظمات المجتمع المدني، المشايخ وقائد حارات، كلهم لابد أن تكون هناك رسالة صحية للجميع، ليس وزارة الصحة العامة والسكان فقط. وزارة الصحة العامة والسكان قامت بفتح المراكز والأدوية وإيصال الأدوية لكل المراكز، أيضا قامت بتدريب الكادر الصحي، توفير المحاليل في المختبرات، إرسال فرق الترصد الوبائي لعموم محافظات الجمهورية رغم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، رغم الوضع اللي تمر به وزارة الصحة العامة والسكان، لكن كل كوادر وزارة الصحة العامة والسكان يقوموا بدورهم، فرق الاستجابة السريعة، فرق الترصد الوبائي متواجدين في كل منطقة من مناطق الجمهورية اليمنية. الإشكالية التي تواجهنا هي ما تقوم بميليشيا الانقلاب بحيث أنه مستولوا على المؤسسة الصحية في المناطق التي تخضع لسلطتهم، وهم ليس لهم علاقة بالمؤسسة الصحية، بالتالي أثر سلبا في إعادة انتشار كثير من منها هناك الاريا، منها الحصه، منها الدفتيريا، والان عوده جائحه الكوليرا، كل ذلك يعود على ما قام به ميليشيا الانقلاب بالاستيلاء على المؤسسه الصحيه بشكل خاص. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي الوليد وكيل وزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ وليد. أستاذ وليد، ما هو تعقيبك بداية قبل أن أعود إلى مسألة الإحصاءات وأين تتركز على حديث الأستاذ علي الوليدي وما تقوم به وزارة الصحة؟ كل الشكر والتقدير للدكتور علي الوليدي على الجهود الكبيرة التي يبذلها والإخوة معه في وزارة الصحة العامة والسكان. الدكتور علي من أكثر
الشخصيات الصحية ذات المجهودات الكبيرة، ولكن ما أحب أن أقوله إنه الجهود التي تبذل لا ترتقي إلى مستوى أن يتم القضاء على وباء الكوليرا أو على أي من الأوبئة الأخرى. نعم هناك العديد من الأمراض التي كانت قد اختفت من اليمن الآن عادت، منها أمراض الطفولة القاتلة، الدفتيريا وغيرها من الأوبئة. الجهود التي تبذل أعتقد جهود متواضعة، قد يكون شحات الإمكانيات لدى الحكومة الشرعية جزء من هذه المنظومة، لكن هناك أيضا جهود يعني شبه جيدة تبذلها الدولية في المنظمات الدولية تقوم فيها في معظم محافظات الجمهورية، وهذا ما يجعل الوضع يستقر نوعا ما، لأنه أكثر من 51% من المرافق الصحية في عموم محافظة اليمن أصبحت مغلقة. نعم هناك كثير من الاحتياجات التي ما زال الشعب اليمني وما زال أبناء اليمن ينتظرها من الحكومة الشرعية ومن دول التحالف ومن المجتمع الدولي ككل، دول ومنظمات. نعم، دعني أسألك قبل أن يعني نأخذ في تفصيل ماذا تقدم المنظمات الدولية وما الذي يمكن أو ما هي هذه الاحتياجات، فقط أعود إلى سؤال كنت تتحدث عن الإحصائيات، وأود أن أعرف أين تتركز يعني أو يتركز وباء الكوليرا بالضبط في تعز؟ في محافظة تعز تأتي مديرية مقبنة على رأس هذه المديريات، تمام، وهناك كمان مديرية ماوية، هناك أكثر من 8 مديريات عالية الخطورة، أكثر من 30 حالة وفيات، 8 منها من مديرية ماوية، نعم وهناك كمان أيضا 5 حالات من مديرية الصل و3 حالات من مديرية المسراخ، والوباء ما زال في انتشار وفي استمرار. معظم المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة تعز تستقبل يوميا عشرات الحالات المشتبه إصابتها بوباء الكوليرا، وهناك الكثير من الحالات التي لا تصل إلى المستشفيات. أنا أقول بأن الإحصائيات التي تظهر إلى العلن ما هي إلا جزء بسيط من الحالات التي موجودة على أرض الواقع، نتيجة أولا أنه هناك كثير من المناطق الريفية لا يوجد فيها مراكز صحية نعم ولا توجد فيها خدمات رعاية صحية أولية، وأيضا ضعف عملية الترصد. يعني لا أعتقد أن هذه الإحصائيات هي إحصائيات يعني نهائية، هناك أضعاف هذه الحالات لا تصل إلى المستشفيات، لا تستطيع أن تصل إلى أقرب مركز صحي نتيجة الحالة الاقتصادية والوضع المأساوي الذي وصل إليه أبناء اليمن. وبسبب هذه الحرب نتوقع، أو استمرار هذه الحرب نتوقع أن تظهر المزيد والمزيد من حالات الكوليرا وحالات الوفيات من الكوليرا وغيرها من الأمراض الوبائية التي تنتشر أثناء الحروب والصراعات. نعم، إذا كنت تتحدث عن جهود بعض المنظمات الدولية التي قلت يعني لا ترتقي لمأساة الوباء ولهذه الجائحة، ما الذي قدمته مثل هذه المنظمات؟ ما هي الجهود هذه التي يعني قدمت، وهل تصل إلى كل الأماكن؟ معظم المجال القطاع الصحي ككل يعتمد اعتماد كلي على منظمة الصحة العالمية والمنظمة اليونيسف، نعم هما المشغلان الأساسيان للمرافق الصحية في معظم محافظات الجمهورية. أيضا جهود التوعية والتثقيف الصحي والجهود الأخرى التي تبذل، توفير اللقاحات، توفير الأدوية، وهذا كل هذه الجهود تبذل من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وغيرها من المنظمات الدولية.
لكن أمام تزايد الاحتياجات وأمام تزايد المأساة واستمرار الحرب والصراع، لا شك أن هذه الجهود تتبخر وتذهب أدراج الرياح، لأن استمرار الحرب والصراع أدى إلى تدهور الوضع الصحي، غياب المؤسسات الصحية والمؤسسات الخدمية، غياب أيضا الرقابة، وهناك يعني الكثير من الناس الذين لا هم لهم سوى التربح، سواء كانوا من المزارعين سواء كانوا من الناس الآخرين، فهذا يعني شيء مؤسف. أنا أقول بأن الجهود التي تبذل جهود كبيرة ولكنها لا ترتقي إلى مستوى الاحتياجات، لأن احتياجات المجتمع اليمني كل يوم يمر على أبناء اليمن ويستمر فيه الصراع والحرب، تزداد احتياجات أبناء اليمن بسبب هذه الظروف التي وصل إليها المجتمع اليمني. نعم، إذا ما هي أبرز هذه الاحتياجات أستاذ وليد؟ يعني ما هي أبرز هذه الاحتياجات حتى يتم على الأقل يعني التخلص من هذا الوباء أو تقليصه أو عدم عودة الجائحة مرة أخرى؟ أبرز الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الأفراد المجتمع اليمني توفير الغذاء، توفير الأدوات والمستلزمات والأدوية الصحية والمستلزمات الصحية، أيضا توفير مياه الشراب، المياه الصالحة للشراب. هناك حالة من انعدام المياه النظيفة أو المياه الصالحة للشراب في معظم محافظات اليمن. اليمن الأرقام في المنظمات الدولية التي تتحدث عن أزمة المياه منذ سنوات ليس جديد، هناك يعني أكثر من 55% من أبناء اليمن لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، هذا حسب آخر تقرير لعدد من المنظمات الدولية. أيضا تشغيل المرافق الصحية، تشغيل المرافق الصحية هذا يعني يحتاج إلى جهود كبيرة، وجهود وزارة الصحة مع جهود المنظمات يجب كمان أن تكون يعني مخطط لها، ويجب أن تكون وفق الاحتياجات الملحة التي يتطلب بها أو يحتاجها أفراد المجتمع. لا يكون احتياج المجتمع في جهة وما تقوم فيه المنظمات أو الحكومة أو الجهات الأخرى في جهة أخرى. نعم، إذن لو تحدثنا عن المناطق النائية أو القرى النائية أستاذ وليد، يعني كيف يمكن أن يصل إليهم العلاج؟ لا تتوفر لديهم مراكز صحية، لا تتوفر لديهم إسعافات أولية، لا تتوفر إليهم وسائل لنقل المصابين إلى أقرب مركز صحي يمكن أن يتدارك الأمر. هؤلاء الحديث عنهم مؤلم جدا. هناك مثلا على سبيل المثال في منطقة الشقب في مديرية صبر الموادم، منطقة صراع وخط نار فيها ومستمر منذ سنوات، معاناة أبناء هذه المنطقة تزداد كل يوم وتزداد كل شهر. هناك نداءات استغاثة بالجملة تصلنا على مدى الأيام الماضية. أيضا في هناك منطقة تسمى عركب انتشر فيها الوباء بشكل كبير، مناطق كثيرة في مديرية جبل حبشي، في ماوية، في مقبنة، في المسراخ. في المسراخ على سبيل المثال في منطقة عزلة طالوق، بسبب غياب الأمطار أو شحة الأمطار يضطر الناس للشراب من بئر، فكانت أصيبوا أكثر من 82 حالة بالإسهالة المائية الحادة. هناك مأساة ومعاناة حقيقية يعيشها المواطن اليمني وسط غياب لجهود حقيقية تبذل من قبل الجميع. ما يقدم للمواطن اليمني إلى الآن لا يرتقي إلى مستوى احتياجاته. وأنا قبل أريد أن أقاطعك الآن أستاذة لو سمحتي، أنا أناشد المنظمات الدولية وأناشد الدول
الكبرى الدول العظمى، وناشد أيضا دول مجلس التعاون الخليجي، هي الآن مسؤولية أخلاقية ومسؤولية وفق قرار مجلس الأمن الدولي، هي مسؤولة عن الشعب اليمني. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي والدول الإقليمية لإنقاذ الشعب اليمني، أبناء اليمن من لم يقتل بالأسلحة والمتفجرات والطائرات والاشتباكات، يقتل بسبب الأوبئة. نعم، يموت بسبب الجوع، يموت بسبب انعدام المياه الصالحة للشراب، يموت بسبب انعدام الأدوية، يموت بسبب عدم توفر الرعاية الصحية الأولية له، يموت بسبب عدم وجود يعني ما يشغل. نحن الآن في تعز في هذه الأيام نعيش كارثة بيئية. نعم. الشوارع تزدحم بالمخلفات. الشوارع الرئيسية، شارع جمال، شارع التحرير، هذه الشريانات الرئيسية لمحافظة تعز، يعني لا يستطيع المرء أن يمر من خلالها، الروائح الكريهة تنبعث من كل جهة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ وليد أن ينضم إلينا الدكتور وليد الثجيري، الطبيب المتخصص في الرصد الوبائي، عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير دكتور وليد. مساء النور والعافية، نشكركم أستاذة في الاستضافة وعلى مناقشة هذا الموضوع الهام. أهلا بك. نود بداية أن تضعنا في صورة الوضع بعد عودة وباء الكوليرا. في الحقيقة لا يزال اليمن يعاني من جائحة الكوليرا، وفي هذه المرة نلاحظ تزايد كبير في عدد الحالات القادمة إلى مراكز معالجة الإسهالات وزوايا الإرواء بشكل ملحوظ، خاصة بعد بداية موسم الأمطار في منتصف ونهاية شهر مارس المنصرم، ومع الأمطار التي تهطل حاليا في شهر أبريل. نلاحظ أيضا أن الحالات أشد فتكا وتدخل في المضاعفات بشكل أسرع، والاستجابة للعلاجات ليست بالمستوى المعتاد. نعم، إذا يعني ماذا عن عودة الوباء في صنعاء؟ يعني ما هي أبرز أسباب عودته دكتور؟ بالنسبة للكوليرا كما نعلم هو مرض متعلق بالمياه وبجودة المياه. نعم. وبضعف النظام الصرف الصحي في محافظة صنعاء مع الوضع القائم وانعدام الخدمات الأساسية، زادت مشكلة الأمطار من إصابة الناس بسبب تعرضهم لوباء الكوليرا، ومن عبر الخضروات الغير نظيفة والممارسات الخاطئة من قبل الناس. نلاحظ أن الحالات تزداد بشكل أكبر، فنعيدها إلى مشاكل سلامة المياه والنظافة الشخصية بالمستوى الأول. نعم، إذا كيف يمكن التخلص من هذين السببين؟ يعني مسألة المياه على من تقع مسؤولية ذلك، وأيضا مسألة توعية الناس التي لا تظهر إلا حين يظهر الوباء، لما لا تستمر هذه التوعية مرارا وتكرارا في المدارس، في المساجد، في أن تعلق بروشورات، أن توزع، أن يطرق أبواب الناس للتوعية؟ لنكون صادقين، دائما نجد الاستجابة فقط عند ارتفاع الحالات وتزايد عدد الوفيات، ولكن المفترض أن يكون هناك عبر كتلة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف كداعمين خارجيين، ومن الوطن عبر وزارة الصحة والمجالس المحلية وزارة المياه والبيئة، وبدعم أيضا من صندوق النظافة والتحسين، جهود مستمرة خلال العام، ليس فقط أثناء مواسم الأمطار أو عندما نسمع أن هناك تزايد في عدد الوفيات. ايضا ليس فقط على مستوى نشر التوعيه الاستاذه اسيا، ما يتعلق ايضا بالدعم للمرافق الصحيه وفتح مراكز المعالجه. كما تعلمين حاليا النظام والقطاع الصحي في اليمن يعاني من انهيار كبير وعدم القدره على مواجهه الاحتياج مع الامكانيات المحدوده وتزايد الطلب على الخدمات. لدينا ايضا ضعف في الكادر الصحي، ويحتاج الى تدريب والى توفير النفقات التشغيليه للمرافق وللموظفين. كما تعرفين ايضا هناك غلاء في تكاليف العلاج وغياب لجهات الرعايه الاولويه في جميع المرافق الحكوميه في الجمهوريه اليمنيه. بالنسبه للوعي، نصيحتي ان يتم الاستمرار وعدم قطع التوعيه عبر اذاعات وعبر التلفزيون وعبر الصحف وعبر خطباء المساجد بشكل مستمر ودوري. ويتم ايضا ادراج المدارس والجامعات في نشر الوعي بين اوساط الشباب، ولا ننسى ايضا مستوى الوعي لدى المنازل عبر الامهات وربات المنازل.
نعم، هل يعني يتم توفير مراكز صحية متخصصة، أو يعني أن تكون المستشفيات يعني مؤهلة لاستقبال حالات الوباء؟ يعني حسب متابعتنا نجد أن هناك مستشفيين أو ثلاثة فقط من تستطيع معالجة هذا الوباء في صنعاء. أين هي جهود سلطات الأمر الواقع، المنظمات الدولية العاملة في صنعاء ربما أفضل من بعض المناطق الأخرى؟ بالنسبة لمراكز المعالجة، نعم لا يوجد إلا عدد محدود، ويتم الآن التنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لفتح مراكز جديدة. المشكلة ليست فقط هنا، هي دائما متعلقة بالنفقات التشغيلية للحافز والعمال وللأدوية الموفرة للمرضى. ما يهمنا أيضا هو في خلال هذه الفترة والتنسيق أن يتم أيضا توفير الخدمات للمرضى الذين يدخلون بمضاعفات. أما كخدمات بسيطة يتم تعويض السوائل عبر أي مرفق صحي، لكن مشكلة الكوليرا أنها كمرض معدي نحتاج إلى إقامة مراكز عدل صحي، أو كما نسميه حج صحي للحالات. نعم. فلا بد من دعم وتنسيق لكي تكون الحالات معزولة عن المرافق الصحية وعن طوارئ المستشفيات. هنا نجد أن أغلب المستشفيات خاصة في القطاع الخاص تتهرب من استقبال الحالات لكونها تحتاج إلى نفقات تشغيلية أكثر من نظافة ومن عدم تنفير الحالات الأخرى من المستشفيات. فنحتاج أن يتم توفير مراكز عدل أكثر وبخدمة مستمرة للمدار العام أو أوقات الأوبئة باستجابة طارئة. كما نتمنى أيضا أن يتم توفير خدمات للحالات التي تدخل بمضاعفات، مثل المرضى الذين يدخلون بالقصور الكلوي الحاد المفاجئ أو مضاعفات في القلب. نعم، إذن دكتور أيضا ماذا عن الأطباء؟ يعني علمنا أن قبل أيام يعني توفي الدكتور عبد المغني وهو أحد الأطباء الذين يعني قضوا بسبب وباء الكوليرا، كيف يمكن أخذ الاحتياط في هذا الجانب بالذات؟ رحمة الله تغشى زميلنا الدكتور العزيز عبد المغني، لقد كان يعالج الحالات لأكثر من 3 أو 4 أعوام في مستشفى التعليم في مركز الحاجة الصحية والعزل المقام هناك. بالنسبة للأطباء عليهم أن يتخذوا أساليب الوقاية المعروفة والمعمم عليهم من وزارة الصحة، هذه النصيحة. وأيضا يتم توفير المياه السليمة والآمنة، وأن يتم أخذ الحذر ليس فقط أثناء التعامل مع الحالات، أيضا في المنزل عند أكل الخضروات أن يكون مصدر الماء نظيف. فلا نستطيع أن نجزم أن المصدر هو كان المستشفى أو المرفق الصحي بقدر ما قد يكون من أي مكان آخر. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور وليد الثجيري، الطبيب المتخصص في الرصد الوبائي، الترصد الوبائي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ وليد. وليد، يعني أود أن تحدثني يعني عن منظمات المجتمع المدني، عن مساهماتها، كيف يمكن أن تؤدي دور فاعل في مثل هذه الحالات؟ هذا ما نتمناه حاليا، أن تتحرك الجهود المجتمعية وأن تتكاتف جميع الجهود، سواء كانت أفراد المجتمع أو المبادرات أو المنظمات أو المؤسسات، يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهة هذه الكارثة التي تحل بأمر اليمن. نعم. والجهود يجب أن تكون مستمرة دون توقف ودون قصور، لأن لو استمر الوضع على ما نحن عليه الآن فنحن لا شك قادمين على كارثة حقيقية ستأكل الأخضر واليابس. الوضع مأساوي، ويجب أن تتضافر الجهود جميعا، جهود المجتمع، أفرادا وجماعات ومنظمات ومؤسسات. يجب على الجميع أن يتكاتفوا من أجل القضاء على هذه الكارثة أو التخفيف منها. نعم. وأن يكونوا سندا وعونا للجهات الحكومية. نعم أستاذ وليد، يعني هذه الجائحة الثالثة ربما، يعني حين يتم القضاء على الوباء لما لا يستمر العمل بذات الوتيرة حتى لا يعود مرة أخرى؟ لما ننتظر أو تتهاون الجهات المعنية حتى يأتي الوباء مرة أخرى؟ يعني خاصة ونحن نعلم أنه بأسباب معينة يمكن القضاء عليه، طالما استطاعوا القضاء عليه في المرات السابقة فلما يسمحوا له بالعودة؟ شحة الإمكانيات وأيضا حالة الحرب والصراع،
الوضع الاقتصادي الذي يتأزم يوما بعد يوم لدى المواطن نفسه. يعني هناك جهود حثيثة تبذل من قبل المنظمات الدولية كما ذكرت سابقا، ومن قبل منظمات المجتمع المدني، ومن قبل الجهات الحكومية، سواء كانت في صنعاء والمناطق المجاورة لها أو في العاصمة عدن والمناطق المحررة. هناك جهود حثيثة تبذل، لكن هذه الجهود لا ترتقي إلى مستوى احتياجات المواطن اليمني التي تتزايد يوما بعد يوم. أختي العزيزة، على سبيل المثال، في بداية شهر مارس بدأت الحالات الإسهالات المائية الحادة بالارتفاع نتيجة شحة المياه وعدم وجود الأمطار، والكثير كانوا بس يعني أصيبوا بسبب غياب المياه الصالحة للشرب. نعم. الآن نحن على باب موسم الأمطار، والأمطار ستزيد الطين بلة بأنها ستسحب مخلفات وستسحب النفايات العضوية إلى أوساط المناطق السكنية، وستتسبب أيضا في ارتفاع حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة والعديد من الأمراض. فهناك جهود لا ترتقي إلى مستوى احتياجات المواطن اليمني. أيضا هذه الجائحة الثالثة، هذا ذكر الدكتور وليد وأيضا تناولتها أنا في البداية، أنه المرض كلما كانت الموجة مترددة كان هناك صعوبة كبيرة في التعامل معها، لأن الجراثيم والأوبئة تكتسب مناعة ضد العديد من الأدوية ويكون التعامل معها صعب. أيضا الأعراض تكون فتاكة ولا يعني تسعف الشخص المصاب حتى أن يتحمل القليل من الوقت ليتم نقله إلى المراكز الصحية. نعم. هناك صعوبة بالغة يعني يواجهها المجتمع اليمني، وأيضا القطاع الصحي متأزم للغاية سواء في تعز أو في غيرها من المحافظات الجمهورية. نعم، إذن ختاما أستاذ وليد، يعني لو تحدثنا عن أبرز النصائح التي يمكن توجيهها لمشاهدي برنامج المساء اليمني عبر قناة بلقيس، ما الذي يمكن أن نقدمه؟ أنا أوجه عبر قناة بلقيس كلمتي أولا لأبناء المجتمع. يجب علينا أن نلتزم بالسلوكيات والممارسات الصحية السليمة لكي نمنع انتشار العدوى بين أفراد المجتمع. يجب علينا أن نتناصح فيما بيننا، يجب علينا أن ننشئ حتى فرق من المتطوعين، لا ننتظر الدعم الحكومي أو ننتظر الدعم من المنظمات أو من أي جهة. يجب على المجتمع إذا أراد أن يتعافى عليه أن يبدأ بالعمل تلقائيا بنفسه. وأيضا أوجه كمان كلمتي إلى الجهات الحكومية أو القائمين على الجهات الحكومية، يجب عليكم أن تتقوا الله في هذا الوطن وبأبنائه. سئمنا حروب، سئمنا صراع، الحرب، استمرار الحرب والصراع سيؤدي إلى نتائج لا تحمل عقباها. أنا كممثل لمنظمة مجتمع مدني، ويعني أقول من هنا على منبر قناة بلقيس، إنه استمرار الحرب والصراع سيزيد من معاناة أبناء اليمن، ولن تنفع أي جهود ما لم تتوقف هذه الحرب العبثية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد الوتيري عضو لجنة الطوارئ لمكافحة الكوليرا بمحافظة تعز، كنتم معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.